حبيبي عمود. الله، مدام اماني ازاي؟ ازاي حضرتك؟ انا افتكرت حضرتك ضربه شعرك اصفر، اصل الحقيقه الوقفه رومانسيه قوي هناك. بصي معلش جات لي مكالمه. اتفضل اتفضل. تعالى هنا. تعالى. ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ بعمل ايه؟ ازاي تقف معاه كده؟ مش قلت لك بلاش زفت شغل قدام الناس؟ الاوتيل كله عارف ان انا مراتك وان احنا في شهر العسل، سمعت الراجل قال لي ايه؟ ايوه انا اعمل ايه يعني؟ مش فاهم. لازم نحافظ على منظرنا قدام الناس. دي خنقه، ازاي يعني اعمل كده؟ يعني نهار اسود. خلاص خلاص يلا خلينا نسافر. يا حبيبي يعني هروح فين؟ تملي معايا. يلا محمد رسول الله. اتفضل اتفضل. مستر حماده حضرتك كان قصدك على دي؟ ادي الخدامه بتاعتي. وانا بعشق الخدمات. بيهزر. طيب يرضيكم دي تروح كده من غير ما تشتغل؟ نعمل ايه يعني؟ حاضر نصور. نصور ولا ايه؟ ماشي يا نجم. يلا نصور. نجم انت. حاضر. انت رايح فين؟ انا قلت ابعد قوي عشان ناخد البحر كله. لا خليك مكانك، احنا ممكن نطلع لك بمشاعرنا قدام. طب يا بيه دلوقتي حضرتك هتحط ايدك على وسطها. لا تعال حطها انت. ايه ده؟ كاخوات يعني حضرتك الصوره دي احنا اتصورناها قبل كده. صح. طب انا عندي اقتراح لطيف جدا. شيل. ايه؟ ايه؟ ايه الافتراء ده؟ شيل ايه؟ لا طبعا لا شيل ايه؟ لا ايه شيل ايه؟ تصدق بقى انك هتشيلني؟ لازم الصوره دي؟ لازم عشان الصيد. يلا عشان ما اشوفكش هنا. تعملي هنا؟ شوفي ما اعرفش اشيل من الشمال لليمين. بس ارجوك بقى اشيل صور في ثانيه. انا ريدي. عشان المسؤوليه وظهر. انا مقدر. هتضربي؟ لا يلا. جاهز؟ جاهز. ايه ده؟ ما تستعبطش. جاهز ولا ايه؟ ايه؟ ماشي. تقيلة قوي. معلش مستر هاني، السنة شمال كمان سنة يمين. ارجوك وانت يعني بتركنها. ايه يعني؟ يلا حاضر. طب يلا لو سمحت. ده مش معقول، ده مش معقول. انت واكلة ايه؟ واكلة فطير. فطير؟ عسل وطحينة. ما هي الطحينة هي اللي متقلاكي. بقول لك ايه بقى؟ نعم نعم. شيلني عدل بدل ما يبقى منظرك خرع قدام السكر بتاعتك. منظري ايه؟ خرع. تمام؟ خلص. شوف الخدامة بقى. شكرا. بليز كلين ذس. يا أخيرا الكنبة. أخيرا الكنبة. إيه ده إيه ده؟ إيه ده يا بنت أنت؟ أنت نايمة بظهرك؟ أنا بحب أتغطى بشعري. عايز حاجة؟ لا مش عايز حاجة، خش جوه. الو هاوس كيبنج، لو سمحت في كنبه هنا عايز ابلغ عنها. نور اسكولت اسكولت. سنتي نور دوي فاتش التاتو كوي او كوي؟ كوي. نور بفكر اعمل جيفارم او يينا ويانج. مين دول؟ اخين دول؟ انا عرفت هعمل ايه. هعمل تنين على دراعي. تنين وعلى دراعك؟ ليه وانت مصارع؟ على فكره بابا الله يرحمه علمني العب مصارعه. طب وماما ايه سابته كده يعلمك وتطلعي انثى الذكر كده؟ لا ماما الله يرحمها حبيبتي علمتني اي حد يضايقني اظبطه. عجباني البنت دي. طب بقول لك ايه يا بنت جوجو؟ هو انت لو في الموقف ده يعني لو كنت مكانها تفتكري هي ايه اللي ضايقها جدا؟ جزع اسلام. والله كويس انك فهمت انها اتضايقت. واضح. ما تقوم تصالحها. صالح مين؟ انت بت دماغك فعلا كبيره بس مش عارف تضغطي ليه كده. احنا هم اتمشى شويه يا فاتنه الشزلون. ماشيه بالراحه. هو اللي انا شايفه ده بجد؟ هو ايه ده؟ بوز بوز مصري اصيل. انا مش مبوز. معاك حق تاخدش بالك بس دي حاجه بتبقى في الجينات عندكم. مش فاهم الواحد منكم تضرب البوز من دول ويقعد الواحد 3 شهور عشان يعرف سببه.
ما يعرف سببه يقعد 3 شهور كمان عشان يصالحها، وفي الاخر يقعد عمره كله يتزل على سبب الفلوس. طب نضيع البوز ده ازاي؟ ما بيضيعش. ليه؟ لازق؟ رسمة التو. ماشي، رسمة التو. سيب فرق ايه لو سمحت؟ لا بجد، ايه ده؟ هو انت جاي هنا في كرتونه؟ هو انت ثلاجه؟ يا رب، هو توفيقي الا بالله. صباح الخير يا ناهد هاني. اهلا، صباح الخير يا مستر حماد. يا ترى البجعة عجبتك؟ بجعة؟ بجعة ايه؟ يا نهار ابيض، تسمحي لي اقعد؟ اتفضل. انا موصل لاولاد يعملوا لك الفوطه اللي محطوطه على السرير على شكل بجعه، انت ما خدتيش بالك منها ولا ايه؟ طبعا شفتها طبعا. وحضرتك يعني سايب كل اشغالك وجاي تسال وتطمن على البجعه؟ سؤال ذكي الحقيقه. لا بصراحه انا لقيتك قاعده زهقانه فقلت اجي اسليكي شويه، بس انا لو تطفلت انا ممكن انصحك فضل. لا 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 لا، ما أنا بخضع التطفل ده. عادي عادي، اتفضل حضرتك، مفيش مشكله. طيب عايز اسال سؤال، يعني هو حضرتك في كل اوض الاوتيل بتحط البجعه دي ولا دي حاجه خاصه يعني؟ الحقيقه على حسب، يعني لما يبقى النزيل سنجل بنعمل له بجعه واحده وبتبقى لاويه رقبتها كده اهوت، بتعمل شكل نص هارت. سنجل نص هارت. ولما بيبقوا قبل عرسان مثلا او متزوجين، انت عارفه الاوتيل عندي محافظ وحريص جدا. بصراحه بس انت فيك حاجات كتير جدا غلط، بس في حاجه حلوه، فيك حاجه حلوه مش عارفه ايه. اموت. انا امل كبير في الحاجه دي الحقيقه. قررت ان انا مش هعيش في القاهره وهعمل يوجا ومديتيشن واكون مع بيرلا في السنتر بتاعها، وانا بجد حاسه نفسي جدا في الموضوع ده، بس امك اكيد هتعمل فيلم. يا بنتي خليكي متفائله، امك مستحيل توافق اصلا. بس انت فكرتي كويس في الموضوع ده؟ ده قرار مش سهل، لازم تفكري فيه كويس وتاخدي وقتك. ها فكرتي؟ متاكده من قراري؟ تمام، بس خدت وقت طويل. اوكي سيبها لي، انا هقنعها بجد. احلف بالله. حبيبي يا قطة، حبيبي روحي. انت ليه بتقول له قبة؟ اتفضل. حكاية قديمة. طب ما تحكي.